اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عبر الجديد اونلاين. عباس جعفر اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. يعني انت ابن كمان هالمحطه، من زمان ابتديتوا سوا؟ اكيد، يعني بلشت شنقان مع سلام الزعتري بالجديد من 4 سنين وشوي، وإلى فضل كتير علي، فشكرا لأنه جيتوا. عباس، أنت شاركت، كنت بطل فيلم بلا هيبة وتحدثت عن التنمر بهالعمل، هل هالفكرة مستوحاة؟ منعرف أنه الفنانة إليسا من أكثر الفنانات يلي صرخوا بوجه هالقضية، هل تم استوحاء هالفكرة من إليسا؟ لا، هو الأستاذ رافي، الأستاذ رافي اللي كتب الفيلم، وكان عم يصر انه يكون في رساله من وراه، مش انه فيلم نفوت نضحك ونفل. الفيلم كوميدي اكشن، وفي كمان دراما، قصه حب بتصير بيني وبين ستيفاني. اصر انه يكون في مسج من وراها للتنمر، لانه انا كمان تعرضت للتنمر، كانوا يقولوا لي دائما ضعيف ضعيف ضعيف، واخذت كل الادويه لحتى انصح. وكنت بالمدرسه تعرضت للتنمر؟ ايه، وحتى كانوا يقولوا لي عن اسم بيي عجاج، لانه اسمه، فكانوا يحسوه غريب شوي، منه هذا، فكانوا يتزنخوا على اسم الباي، يتزنخوا انه انت ضعيف. الواحد بيزعل، بس بعدين بيلاقي انه حكي الناس كبوا وراك، ما يهمك منه شيء. الغنيه مكتوبه للفيلم كمان، كتبها علي المولى، لحنها فضل سليمان، ووزعها جيمي حداد، والاستاذ رائد هو وعمو صبحي هن اللي انتجوها. عباس، الكل اليوم بتتعرض لانتقادات بصوتك، وبعدك انت مستمر، يعني على الرغم انه عم تتعرض لانتقادات كثيره، ولكن صار لك غنيتين برصيدك بهالمسيره الفنيه الصغيره، خلينا نقول، انت كيف تتلقى هالانتقادات وممكن تكفي بعدين وتصير تنافس كبار الفنانين؟ لايك نافس حدا هيدي لا، والصوت هو اوتو تيون، انا قايل هذا الشيء من قبل ما بلش حتى اني غني، وما كانت وارده اني غني، يعني انا بروح بنشز وهن بيعملوا الاوتو تيون، بيظبطوا الصوت مثل اي فنان عم يغني، انا عم اقول اوتو تيون، ما عم غني، انا عم وصل مسج من ورا الشيء اللي انا عم اقوله. لما نحكينا عن راسي بعلبكي، كان الهدف من الفكره اللي العالم اخذينها عن بعلبكي، رجعنا حكينا هلا عن حكي الناس، بعدهم عم يقولوا نفس الشيء، بس بلشنا نضوي على الفولكلور، يعني مهرجانات بعلبكي اللي ما في حدا ابن بعلبك هو بيفوت عليها للمهرجانات وبيعمل فيها شو، بالوقت اللي عم يجيبوا ناس من برا وناس ما، يعني ما اهل بعلبك ما بيسمعوا لهم او منه هو التراث تبعنا نحن. فلما وجه صرخه انه يجيبوا فنانين لبنانيين على مسارح بعلبك، هو هذا الحكي يمكن قايلينه من 5 6 سنين، لازم نحن نطالب بحقوقنا بطريقه ثانيه، لانه الطريقه اللي صرنا عم نطالب فيها فتره ما تقدم. بس بدي رجعك لجوابك الاول، وقلت انه تعرضت للتنمر وبسبب اسم والدك، انت كمان كنت بدار الايتام، تعرضت للتنمر بدار الايتام، ودار الايتام شو الدرس يلي اعطيتك اياه؟ لايك شوف، طلع انه ما تفرق معك وتعمل اللي بدك اياه، متى ما انت شايف هذا الشيء منيح فاكيد هو منيح. لو انت كنت خلقان وملعقه الذهب بتمك، يمكن ما كان وصل عباس جعفر للي فيه اليوم؟ إذا أنا خلقان وملعقة الذهب بتمي، كنت سافرت من هذا البلد أكيد. انتشر فيديو إلك عم تدبك أنت ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزوجته النائب ستريدا، والبعض علق أنه على الرغم أنه بتختلفوا بمعتقداتكم الحزبية، ولكن أنتوا عم تجتمعوا بالدبكة، شو بتعلق هالموضوع؟ الدبكة بتجمع كل العالم، وطالما في بسط وضحك ومزح أكيد رح كون أول واحد. اللي استقبلني بضحكة برد له إياها بدبكة. كانوا كتير بجننوا، عملنا مهرجان كتير حلو، والعالم كانوا لذيذين، والحمد لله توفقنا. إذا بدك ترتبط اليوم ببنت، عندك شروط دينية معينة لازم تكون؟ لا 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 لا. شو المواصفات؟ إني حبها بس. شكرا لك عباس جعفر. شكرا كتير لك.